السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة باغادي ديوكو. سعيدة جدا بلقياكم وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. طلبتوا مني وصفة ديال لي كرواسون مالحين. اليوم غنشوفوا دي ميني كرواسون مالحين بحشوة لذيذة بالكفتة والجبن، وبطريقة ديال تحضير سهلة إن شاء الله غتجيكم سهلة وميسرة حتى للمبتدئات. فنمشيو على بركة الله نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. غادي نبداو بالحشوه. ما غنحتاجوش كميه كثيره ديال الحشوه. انا خديت هنايا بصله خضاريه صغيره، قطعتها رقيق، ضفت ليها شويه ديال الزيت وغادي نحطها فوق النار تشحر مزيان حتى كتبدا تحمر. من بعد كنضيفو شويه ديال الكفته ديال اللحم او ديال الدجاج، او ممكن ديروا حشوه غير بالطون، كيبقى لكم الاختيار. ضفت ليها شويه ديال الملحه وكنحاولوا نحلوها بمعلقه، ما نخليوهاش طيب وهي قطع كبيره. ثم غنضيفوا شويه ديال الثوم المجفف، الا ما عندكمش ديروا الثومه الطريه، شويه ديال البزار، الكمون والقزبر يابس، وشويه ديال لاصوص صوجا اختياريه الا بغيتوا ديروها. صافي، وكنخليو هاد الحشوه طيب. ما كتاخدش وقت كثير، فغير شويه كيتبدل ليها الكفته، كيتبدل ليها اللون. صافي، وغنضيفوا واحد جوج قطع ديال الجبن او جوج معالق ديال الجبن ديال الدهن، وشويه ديال القزبر ومعدنوس، غير يدوب الجبن. صافي، ونطفيو على الحشوه ديالنا. كنحاولوا نهرسوه بالمعلقه كما كتشوفوا حتى كيدوب وينسجم مع باقي المكونات. صافي، وكنطفيو النار ونمشيو نحضروا العجين. انا خديت هنايا 250 غرام ديال الدقيق الابيض، كنغربلوه وغنضيفو شويه ديال الملحه حسب الذوق، معلقه كبيره ديال الحليب المجفف، ممكن تعوضوها بمعلقه ديال الياغورت الطبيعي بدون سكر، معلقه ديال السكر سنيده فقط باش تعطينا اللون، معلقه ديال القهوه، ومعلقه كبيره ما عامراش ديال خميره الخبز الجافه، والخميره كتبقى على حسب الجو، ومعلقه كبيره ديال الخل وابيض بيضه. الاصفر غنخليوه للتزيين. وغادي نجمعوا هذا العجين بماء عادي، انا درت ماء ديال الروبيني لان الجو ما باردش بزاف. كنحاولوا نذوبوا الخميره هي الاولى، ممكن تذوبوها في شويه ديال الماء تضيفوها الا بغيتوا. صافي، وكنبداو نجمعوا العجين. ضيفوا الماء غير بشويه بشويه، بغينا عجين رطب ولكن ماشي مطلوق. صافي، حتى كيتجمع لينا العجين كندلكوه واحد شويه، من بعد نغلفوه ببلاستيك غذائي ونخليه يرتاح واحد 10 ديال الدقائق. ثم كناخذ 125 غرام ديال الزبده. انا غندير خليط ما بين الزبده ديال التوريق او المارغرين والزبده اللي من اصل حيواني، فخديت 80 غرام مارغرين والباقي درتو زبده ديال سونترال. كان تكون بارده الزبده، يعني نخرجوها من الثلاجه مباشره. وبالنسبه للزبده ديال العبار فمن الاحسن تكون في الكونجيلاتور لان غنحكوها. كنرشو سطح العمل بشويه ديال الدقيق وكنطلقوا العجين ديالنا، كنطلقوه شويه على شكل مستطيل، وكنرشو الدقيق باش ما يلصقش لينا في سطح العمل، ما نكتروش الدقيق بزاف. من بعد كناخذوا الزبده. انا خديت المارغرين هي الاولى، تكون بارده، وإلا كان الجو سخون فمن الأحسن دخلوها واحد شويه الكونجيلاتور وكنحكوها بحكاكه، من الأحسن تكون رقيقه. كنفرقوها على العجين كله، كنقادوها بيدينا بلا ما نضغطوا عليها. وغادي نحك دابا الزبده اللي بقات ديال سونترال. فوق منها كنوزعوها حتى هي على العجين كله، ثم كنبداو نلفوه بهذا الشكل، نسدو هاد النهايه ديال العجين. وكنبداو نضغطوا عليها بالمدلك ثم نطلقوها
ونحاولوا نعطيوها شويه ديال العرض. ونطويو على ثلاثة بحال لاباج فويتي بالطريقة التقليدية، وما نساوش نحيدو الفائض ديال الدقيق. هذا كنسميوه انتوغ سامبل، غنديروه ثلاثة ديال المرات، نكرروه ثلاثة ديال المرات بنفس الطريقة. الجناب ديال العجين هما اللي يكونوا مسدودين ملي كنحطوه، شوفوا الشكل ديالو، الجهات اللي مسدودين هما اللي كيكونوا في على اليمين وعلى اليسار ديالنا، والجهات اللي مفتوحين هما اللي كيكونوا الفوق والتحت. وبنفس الطريقه كنطويو وكنحيدو الفائض ديال الدقيق. نطويو على ثلاثة وغنكرروا العمليه للمره الاخيره. كنحطوا العجين على شكل كتاب، يعني الجهات اللي مسدودين هما اللي كيكونوا في الجناب في اليمين وفي اليسار، والجهات اللي مفتوحين هما الفوق والتحت. كنطلقوا العجين ديالنا ونطويو على ثلاثة. هذه هي المره الاخيره، يعني بلا ما غنحتاجوا لا نخليوه لا في الثلاجه لا والو، مباشره صافي. ودابا ها العجين ديالنا جاهز باش نخدمو به. انا غنقسمو على جوج ديال القطع، كنطلقو غير واحد شوية ونقسمو على جوج. وهنا غتلاحظو الفيوتاج كيبان واضح، طريقة سهلة بزاف ومناسبة للمبتدئات. وان شاء الله مره واحده اخرى نديرو الطريقه العاديه ديال لاباج فويتي. فغنطلقوا هاد جوج ديال القطع، شويه رقاق ولكن ماشي بزاف، باش كيبقى هذاك الفيوتاج باين ملي كطيب الكرواسون. من بعد انا خديت مسطره وكنت راسي بها الجهات اللي غنقطع، غندير كل وحده فيها 8 سنتيم في القاعده، يعني كل كرواسون، فكنت راسي الفوق والتحت بنفس الطريقه وكنبداو نقطعو. ممكن تقطعو بسكين او تقطعو بقطعه ديال البيتزا. انا ما حيدتش الجوانب، ممكن الا بغيتو تحيدو الجوانب باش يجيوكم كلهم قادين حيدوهم. صافي وغنديروا نفس العمليه للقطعه الثانيه وغنبداو نعمر. فكناخذوا المثلث كنجبدوه واحد شويه، كنجروا ليه الراس باش كنطولوه، وكنقطعوا واحد القطعه صغيره في القاعده، وغنحط قطعه ديال الجبن ساندويش، ثم كنحطو الحشوه ونلفو. هنا ما كيهزوش لينا كميه كثيره ديال الحشوه. صافي كنمشيو حتى الاخير، وهذاك الراس ديال المثلث خليوه في الاسفل باش ملي يخمروا ويطيبوا ما يتحلوش لينا. وغنشوفوا وحده اخرى، انا درتهم صغيورين، ممكن الا بغيتوا ديرهم اكبر. كنجروا هذاك الراس الفوقاني، كنجبدوا العجين وكنحطوا قطعه ديال الجبن ساندويش وكنحطوا الحشوه، ثم كنلفوا. ونحطوا في اللاطه.
هنا بالنسبه للجبن ساندويتش قسمته على 9 ديال القطع باش يجيني قد هاد الكرواسون. صافي كنمشيو حتى الاخير وكنحطو في اللاطه. كنستمروا بهذه الطريقه حتى نكملوا الكميه اللي عندنا كلها. من بعد غنغطيهم ونخليهم يخمروا. كنخليهم تقريبا واحد ساعه الا ربع حتى ساعه على حسب الجو وعلى حسب كميه الخميره. فغطيهم بمنديل او غطيهم ببلاستيك غذائي وخليهم يخمروا. هنا بعد ما خمروا كندهنهم بهذاك الصفر ديال البيض اللي خلينا، كنخلطوه مع شويه ديال الحليب، واحد القطيره ديال الحليب، نطربوهم وغندهنوا لي كرواسون ديالنا. وكندخلوهم للفران اللي يكون سخون مزيان على حراره شويه مهيله تقريبا واحد 180 درجه. وكنخليوهم كنشعلو عليهم في الاول غير من الاسفل، وكنخليوهم حتى كيقربوا يتحمروا من الاسفل، وكنشعلو الفوق نار مهيله، وكنخليوهم يكملوا الطياب ديالهم. هذا هو شكلهم بعد ما خرجتهم من الفران. وهادو دوك لي شوت او جناب فتهما طيبتهم، شوفوا كي تيجيو. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفة ديالنا ديال اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء مع وصفة جديدة بإذن الله.